انطلقت فعاليات معرض زايد للكتاب في دورته الثامنة، وللمزيد حول فعاليات المعرض ينضم إلينا من هناك مراسل التلفزيون المصري رامي محمد. رامي، بعد التحية حدثنا عن فعاليات المعرض لديك. تحياتي لك يوسف ولكل متابعينا من أجنحة معرض زايد للكتاب في دورته الثامنة، حيث انطلقت الفعاليات منذ صباح اليوم. هذه الفعاليات التي يشارك فيها عدد كبير من الكتاب والعارضين ودور النشر. أيضا هذه الدورة الثامنة أتت بعنوان الثقافة حياة، وأيضا تأتي ضيف شرف هذه الدورة هي دولة سوريا بمشاركة كبيرة وعدد من الأجنحة. وأيضا تم اختيار شخصية هذا العام للأديب العالمي نجيب محفوظ. وأيضا هذا المعرض يستمر حتى 24 من أكتوبر الجاري. عودة إليك مرة أخرى. حدثنا عن الإقبال رامي، إقبال المواطنين على المعرض، وذكرت أن ضيفة الشرف دولة سوريا وشخصية العام نجيب محفوظ. يعني ما هي الفعاليات التي مقترح إقامتها في إطار هذا المعرض؟ هذا المعرض الذي يقام على عدد كبير من الأجنحة بمختلف الأنواع من الكتب والمكتبات ودور النشر، تأتي على رأسها عدد من الفعاليات الثقافية والندوات الخاصة بعدد كبير من الكتاب والشعراء، وأيضا هناك أجنحة خاصة بالأطفال، وهذا يمكن الجديد هذا العام هو مساحة كبيرة للأطفال ولمزيد من القراءة، لغرز القراءة ومزيد من التفاعل مع الكتب هنا بجميع أنواعها، الكتب الصوتية والإلكترونية وغيرها. أيضا عدد كبير من المسابقات سوف تشهد هذه الدورة وتستمر حتى نهاية المعرض. عودة لك. زميلي رامي محمد، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.